بالنسبه للقرار العاملي اللي صدر مؤخرا واللي كيحدد يعني الايام ديال الاشتغال ديال الحمامات والمراكز ديال غسل السيارات في 4 ايام في الاسبوع هو قرار سليم، لكن كنظن على انه قد قرار بوحده ما كافيش، لان اذا كنا غادي نسدو 3 ايام في السيمانه وديك 4 ايام اخرى نستهلكوا فيها ما كنستهلكوا في اسبوع كامل، غادي يكونوا في حال اللي ما عملنا والو. كيخص التحسيس ديال المواطنين بالمسؤوليه ديالهم امام هذا الوضع اللي حنا كنعيشوه، قله التساقطات والنفاذ ديال المخزون ديال السدود. كيخص المواطن يحس بانه اي نقطه ما كيضيعها يمكن انه كيخسرها وممكن انه ما غادي يقدرش يعوضها في المستقبل، وبالتالي لابد من تحسيس المواطنين بضروره ترشيد استعمال المياه ديال الصالحه للشرب وضروره الحفاظ عليها باش نقدروا نواجهوا الصعوبات اللي كتنتظرنا مستقبلا، لان اللي كنشوفوا حنا الان هو الهدر ديال المياه الصالحه للشرب في امور اللي هي يعني ممكن اننا نستعملوا فيها او نقننوا فيها المياه وممكن اننا نحافظوا فيها على المخزون ديالنا، على الاقل نقدروا نستمروا في هذه المساله حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ويرحمنا بالامطار. من بعد الخطاب الملكي لجلالة الملك محمد السادس بترشيد استعمال المياه وبتوعية المواطنين بالأزمة اللي كتمر بها المملكة، كنشوفوا بأن التعبئة الولائية بأنها خرجت قرارات بخصوص ترشيد المياه، منها إيقاف الحمامات، منها جميع المجالات اللي كتستغل الموارد الحيوية كالماء، احنا معاهم، احنا موافقين عليها لأن حاسين بالأزمة وحاسين بالتأثير ديالها على الاقتصاد ديالنا وعلى الحياة اليومية ديالنا، ولذلك كنشكروا المنابر الإعلامية أنها كذلك تقوم بتحسيس المواطنين. في إطار البلاغ اللي خرج ديال السلطات الولائية ديال جهة طنجة تطوان الحسيمة واللي كيهم ديال الإغلاق ديال الحمامات واللافاج اللي هو غسل السيارات لمدة ديال 3 أيام في الأسبوع، في نظري ديالي انه قرار ديال الصواب، لكن يجب الاجتهاد على المستوى ديال الحملة التحسيسيه من داخل المؤسسات التعليميه من طرف يعني التلاميذ وكذلك الشوارع العامه في المدينه، وبما ان السلطه يعني كانت لها ما يكفي من الجرأه انها تاخذ هذا القرار، هذا خصها تاخذ القرارات ايضا في بعض المرافق السياحيه الكبيره اللي كتستغل الماء بواحد الشكل كبير بزاف، وكنظن ان اذا تم اتخاذ القرار في هاد الفئه هذه كنظن ان حتى المواطن البسيط غادي يمتثل اكثر، لان في الاصل المواطن البسيط ما كيختارش الماء لسبب واحد، لانه كيحتل على الماء باش ما تجيش الفاتوره غاليه لا اقل ولا اكثر. بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات المحليه والذي ينص على اغلاق الحمامات التقليديه والعصريه وبعض مراكز غسل السيارات لمدة 3 أيام، وذلك راجع للخصص المائي الناتج عن الجفاف الذي عرفته هذه السنة، خصوصا وأن مدينة طنجة تعاني هذه السنة من النقص في التساقطات المطرية وضعف المياه. خصنا كاملين بنا احنا كأوصار مغربية أن نحافظ على الماء ونقتصد فيه، وذلك راجع كما قلت للجفاف هذه السنة ونقص في التساقطات. بقرار السلطات واللي اتخذته الحكومة ديالنا على عاتقها يعني المياه ولاباشات والحمامات وهادشي، هذا راه في صالح الدولة كاملة، فهمتي كيفاش؟ يعني حنايا خصنا نكونوا نحتفظوا على المياه يعني بواحد الكمية كبيرة، فهمتي كيفاش؟ يعني راه الساكنة غتنضر من دابا واحد، يعني حنا غادي نعملوا احتياطات ديالنا، فهمتي؟ يعني انسان الشعب كامل خاصو يكون ضامن مع هاد المساله هادي، وعاد الساكنه كامله حتى هي خاصها تحافظ على المياه، فهمتي كيفاش؟ يعني الناس ديالنا كاملين اي واحد تبدل ما خصناش يتبدل الماء، فهمتي؟ خاصنا الناس يحافظوا على هاد الطاقه هادي، يعني قدروا يعني مستقبلا مع غنفقدوها، فهمتي كيفاش؟ اللي بغيت نقول هاد القرار السلطات لإغلاق الحمامات والنوادي ديال السبا، يعني مراكز التدليك وداك الشيء، قرار صائب في محله، لأن لا يخفى على الجميع بأن غادي يكون واحد الخصاص في المياه الصالحة للشرب، خصاص كبير، ومع الأسف الجيل اليوم ما عاشش وما عايشش المشاكل اللي عشناها حنا
فواحد الوقت اللي كانوا كيمونوا طنجة بالمياه العذبة بالبواخر، وكان نوضوا في 4 الصباح باش نعمروا الماء، والسبعة الصباح كيشدوا لنا التمويل. يعني كيخص ضروري واحد الوعي جماعي، وواحد الترشيد ديال السلك حتى في داخل الأسرة، باش نوصلوا بعيد ونتفادوا هذا المشكل هذا، لان مع ارتفاع الحراره غادي نزيدوا نعيشوا مشاكل كبيره 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 في الخصاد الماء. بخصوص القرار الولائي اللي كيحط الحمامات التقليديه والعصريه ومراكز خاصه للسيارات باغلاقهم لمده 3 أيام في الاسبوع، هو قرار صائب امام ضعف التساقطات المطريه اللي كنعيشوها، وهذا لو ستريس هيدريك اللي كنعرفوه. ضروري انه يجي وحد الجميع بحملات تحسيسيه لترشيد المياه، خصوصا وان كنعرفوا المدينه ديالنا مدينه كبيره وكتعرف استهلاك كثير للمياه، وان السد اللي موجود في طنجه كيعرف واحد النقص مهول واللي غادي يؤدي لا قدر الله الضعف في صبيب ديال الماء. كنحثوا الجميع للقيام بحملات تحسيسيه للمواطنين باش يقتصدوا من المياه، ونفكروا تفكير جماعي ان هذا المشكل راه مشكلنا جميعا، وكنتمنى من الله عز وجل ان تعرف في الأيام المقبلة تساقطات مطرية. وشكراً.